عنا بالضيعة بيقولوا عن حدا سئيل وشايف حاله هذا واحد جبلته تقيلة وسمج. هيك نماذج في كتير منهم بالبلد وخصوصا بالمجال السياسي. في كم واحد مثل الزيتون ما بيجي إلا بالرص، وفي كم واحد مثل الحمار اللي حملوه كتب فكر انه صار يعرف يقرأ. يمكن من الطبيعي تكتر هيك نماذج بيناتنا لانه البلد صايرة مثل حمام مقطوعة ميته وكل مين ايده اله. في حالة انهيار عام تقريبا، وبهيك حالة بيصيروا الاوادم قلال وبيكتروا الشبيحة. لكن هذا كله منيح ومبلوع ما عدا كم واحد مفتكرين انه هن معبود الجماهير. قال له حبني وخد لك جحش، قال له المحبة ما بتصير دحش. هذا رأيي، فكر فيها.